اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في خبر اليوم على قناتكم شوف تي في. عثرت المصالح الامنيه بمدينه الدار البيضاء على جثه شابه في عقدها الثالثه سقطت ضحيه جريمه قتل بشعه بعدما تعرضت للضرب على مستوى الراس. الشابه عثر عليها بمنطقه خلاء على مستوى طريق السياره بالقرب من الازهر بسيد البرنوسيه، وقد تم فتح تحقيق من طرف المصالح الامنيه للكشف عن ظروف وملابسات هذه الجريمه. شوف تي في حلت بمكان الجريمه لنتابع. الشابة ووفق المعطيات الأولى تشير إلى أنها اختفت منذ الخميس الماضي، وقد تقدمت أسرتها بشكاية في الموضوع للمصالح الأمنية، وهو ما مكن من التعرف على هويتها بعد العثور على الجثة. بهذا كنصل مشاهدينا لنهاية خبر اليوم. إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله.